رئيس اتحاد المحامين العرب، يصل العراق لحضور اجتماع المكتب الدائم والمشاركة في احتفالية يوم المحامي العراقي. نقيب المحامين يلتقي رئيس محكمة بورسعيد ويجري جولة تفقدية لغرف المحامين. نقيب المحامين من بورسعيد يؤكد على تصحيحه مسار 20 عاماً من الفساد والسرقة. من الإسماعيلية، النقيب العام يعلن عن أول مستشفى مجاني للمحامين ويؤكد على استمرارية التنقية وفقاً للقانون. نقيب المحامين ومحافظ الشرقية يشاركان في احتفالية تكريم المتفوقين بنقابة جنوب الشرقية. نقيب المحامين سحب الأراضي أضاع على النقابة مليارات الجنيهات بسبب عدم استغلالها وسداد مستحقاتها في وقت كانت تنفق فيه أموالاً طائلة على المؤتمرات. نقيب المحامين لو استمرت النقابة على حالتها السابقة دون تنمية مواردها لأدى ذلك إلى إفلاسها. النقابة العامة تعقد جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد الثلاثاء المقبل. بدء الأعمال الخرسانية لمبنى المركز الطبي للمحامين بأكتوبر. استمرار تلقي أوراق الاشتراك في موقع محكمة النقد بالقيمة المدعومة للمحامين. إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين حريص على افتتاح نادي محامي الإسماعيلية بعد تطويره في أقرب فرصة.